من جديد اعود الى اربيل ينضم لنا الان من هناك مباشره لواء الركن المتقاعد ماجد القيسي مستشار المركز الاوروبي لدراسات مكافحه الارهاب والاستخبارات سياده لواء مس الخير اهلا بك معنا اذا اخر تطورات ربما العسكريه على الارض في معركه الموصل هي محاولات داعش لتاخير القوات العراقيه للتقدم نحو الموصل القديمه بهذه الاشتباكات كيف تفسر لنا هذا الذي يعتبر الان بمثابه التخبط الاخير من قبل داعش. نعم مساء الخير بالنسبه الى تنظيم داعش الان هو مطوق في المربع القديم او المنطقه القديمه لمدينه الموصل وهي تقع في قلب مدينه الموصل في الشطر الغربي. آه هذا التقدم آه كان نتيجه لتغيير في الخطط بالنسبه للقوات العراقيه بعد ان كانت تعتمد على محورين اثنين جنوبي وغربي وعندما فتحت المحور الشمالي تقهقر داعش من مناطق احياء 17 تموز الرفاعي ومناطق الصحه وغيرها من المناطق. والآن هو يتواجد في منطقة الزنجيلي والمنطقة القديمة وفي الحسابات العسكرية هذه المنطقة تعتبر منطقة واحدة، يعني اليوم داعش اغلب عناصر داعش وما تبقى من عناصر داعش الان يتواجدون في المنطقة القديمة مع وجود كثافة سكانية ايضا في المنطقة القديمة والقوات العراقية تحاول الوصول الى الزنجيلي واستعادة الزنجيلي لفرض واكمال الطوق بالكامل على المدينه القديمه نعم طيب اقتراب القوات العراقيه من الجامع النوري طبعا بالنظر الى رمزيه هذا الجامع لانه ابي بكر البغدادي اعلن خلافته المزعومه من منبره، كيف يؤثر ذلك على التنظيم على معنوياته على معنويات مقاتليه وكيف يمكن استغلال ضعف المعنويات وتاثرها بما لصالح القوات العراقيه، يعني نعلم الان المعنويات هي منخفضه جدا، كيف للقوات العراقيه يمكن ان تستغل ذلك؟ بالتاكيد المعنويات معنويات المنخفضه تؤثر على على صمود وعلى قتال عناصر تنظيم داعش والمعنويات عامل مهم في المعارك وفي اي معركه اي اي مقاتل يحتاج الى المعنويات المعنويات اليوم لتنظيم داعش لا من نقول منهارة يحاول فقط ابطاء القوات العراقيه اما بخصوص جامع النوري جامع النوري ذات رمزيه ليس فقط دينيه انا قلت ومن على قناتكم سابقا اعتقد على ما اظن جامع النور يمثل يمثل حكم داعش يمثل المنطقة التي كان يحكم منها داعش ويفرض حوكمته على سكان الموصل انهيارها انهيار تنظيم داعش في المنطقة القديمة والوصول القضاعات الى جامع النوري يعني اعلان انتهاء الخلافة حيث ان الخلافة ما يسمى بالخلافة الاسلامية اعلنت من هذا الجامع وستنتهي من هذا الجامع وبالتاكيد ستؤثر ايضا على معلومات ليس تنظيم داعش في داخل الموصل وانما حتى على الساحة السورية ستؤثر تؤثر عليه وحتى في عموم العالم لأنه سبق وأن قلنا سابقا أن تنظيم داعش بإعلانه للخلافة الإسلامية هو يريد بذلك دغدغة مشاعر المسلمين في باقي أنحاء العالم وهذا يعني التأثير المعنوي والنفسي على عناصر داعش طيب بالنظر الى كل ما هو متوقع من داعش ومحاولاته ربما التخبط، المحاولات الاخيره وطبعا بالنظر لطبيعه المنطقه الجغرافيه التي سمعنا بانها عباره عن شوارع ضيقه، المعركه حاليا تسير هناك، ماذا يمكن الى ماذا يمكن ان يجاء التنظيم في هذا التوقيت من سير المعركه؟ الحقيقه هذه المنطقه تمتاز بجغرافيا صعبه بازقه ضيقه بنايات قديمه لا لا تستطيع القوات العراقية من استخدام معدات ثقيلة كدبابات أو استخدام عجلات قتال مدرعة أو حتى العجلات الاعتيادية لا توجد هناك مساحات للمناورة داعش سيعتمد في قتاله على الانغماسين على الانتحارين على العبوات المفخخة على العبوات على المنازل المفخخة سيعتمد أيضا في قتاله على القنص وبشده وخصوصا وان هذه المنطقه تتكون من سبعه ابواب، ما يسمى بباب سنجار، باب لقيش، باب جديد، باب البيض، سيقوم بالتركيز ووضع قواته في هذه نعم. في هذه المداخل وهو يعلم ان القوات العراقيه ستقوم بالاندفاع من هذه المداخل، نعم سيدي. طيب اللواء ايضا سمعنا بانه داعش لجأ إلى مقرات لولايات بديلة كما أسماها في بديلة لنينوى سواء كان في الحويجة أو في الشرقات هل سمعت عن هذه الولايات ويعني ربما ماذا سمعت عن ذلك وأيضا هل يمكن أن ينجح في نقل ولايته إلى هناك الحقيقة تنظيم داعش سيدتي له هيكلية تنظيمية عسكرية قريبة إلى التنظيم المؤسسات التراتبي نعم بمعنى آخر لديه قيادات رئيسية ولديه قيادات ساندة عندما تتهدد القيادات الرئيسية تتحول القيادات الساندة إلى قيادات رئيسية وداعش بالتأكيد هو دائما يعتمد على هذه القيادات ويحاول نقل قياداته من اماكن الى اخرى عندما يشعر هناك تهديد او عندما يشكر يشعر انه فقد او خسر لهذه المنطقه. اليوم تنظيم داعش وحسب المعلومات المتوفره انه قام بنقل بعض من قياداته واسس قيادات في قياده في الحويجه والحويجه تعتبر قياده سانده اذا اصبحت قياده رئيسيه بالنسبه للتنظيم في خاصره صلاح الدين وكركوك والموصل و ادياله وكذلك داعش ايضا ليس فقط في هذه المنطقه وانما هو بالاساس ينقل قيادات غرب الموصل غرب الموصل بين الحدود السوريه والحدود العراقيه وهي منطقه جغرافيه تساعد على الاختفاء وعلى التحرك وعلى تجنب ضربات الجويه والترصد فهو دائما ما يبحث عن مناطق امنه لهذه القيادات تنظيم داعش حاليا يقاتل في داخل المنطقة. فاتني أن أذكر نقطة مهمة سيدتي وهو نعم. ما يخص بالعامل المدني بالنسبة للمنطقة القديمة وأداة كثافة كثافة سكان سكانية ويستخدم المدنيين كدروع بشرية القوات العراقية الآن نعم طيب باختصار باختصار نعم حاليا باختصار نعم. لو سمحت أتمم الفكرة باختصار أنه نعم باختصار انه اليوم القوات العراقيه قبل البدء بالمرحله الاخيره والمرحله الاخيره هي المربع الذهبي هي تحاول اخراج اكبر ما يمكن من المدنيين من هذه المنطقه بفتح ممرات امنه قبل البدء بالهجوم النهائي على المدينه القديمه شكرا لك لواء المتقاعد الركن المتقاعد مجد القيسي مستشار المركز الاوروبي لدراسات مكافحه الارهاب والاستخبارات كنت معنا عبر اقمار صناعيه مباشره من اربيل